دلوقتي بقى خلينا نروح مرة تانية لدينا عشان تعرفنا على ملخص سريع كده لأحوال الطقس. دينا، أخبار جو إيه؟ لا، الجو معتدل الفترة دي، يعني بالليل الجو لطيف. جدا، دي أحلى حاجة فعلا الفترة دي. خلينا دلوقتي نخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان في شبورة مائية صبحة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط رياح على بعض المناطق، ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.